أعلنت لجنة الحج العليا السورية تسجيل وقبول 4900 حاج سوري من شمال سوريا وجنوب تركيا لأداء فريضة الحج للعام الجاري. وعملت اللجنة على تنظيم دخول الحجاج من شمال سوريا إلى تركيا وترتيب سفرهم باتجاه المملكة العربية السعودية. مراسل تلفزيون سوريا فيها تاي رصد التحضيرات الجارية التي يتم التحضير لها لتسهيل إجراءات الحجاج، وعاد لنا بالمادة التالية. سنوات طويلة قضتها عفاف وهي تكافح رغم إعاقتها لجمع كلفة الحج وأداء فريضته، فهي اللاجئة إلى تركيا منذ سنوات عملت بمشقة وتعب في افتتاح متجرها الخاص لبيع الملابس بهدف الحصول على قبول الرحلة مع أفواج الحجاج السوريين إلى مكة، وهو ما تمكنت من تحقيقه هذا العام. رغبتي مو طبيعي، يعني انا ما بحسب بوصف لك شعوري، يعني انا لحد الله صلى الله ما بصدق. وانا قلت لكم قبل شوي انه انا ما نعم بنام ولا نعم باكو، يعني ما راضي حتى انا تواصلت استاذ يا اخي دخيلك اعطيني التناطي خليني ضبهم بقى اعرف حالي انه في خطوه مشيت فيها، يعني استعداداتي يعني ما بحسب بوصف لك اياه، الشعور اللي حالتني ما بحسب بوصف لك اياه، يعني قديش يعني انا يعني لله الحمد، يعني انا ما سمعت كلمه مبروك بحياتي، يعني الحمد لله ما صار في مناسبات بحياتي لحتى تنقل لي هاي الكلمة. أول كلمة قالت لي هي كلمة مبروك هي وقت اللي بدي روح الحج، فكان شعور كتير رائع ما بحسن بوصف لك يا صدقا بالله، ما بحسن بوصف لك يا شعور كتير رائع جدا، يعني بتمنى إن شاء الله تعالى إنه هيك يحوس علي كل مؤمن إن شاء الله تعالى ويحس بهذا الشعور، شعور كتير رائع. لم يمنع النزوح واللجوء السوريين من التقدم والتسجيل لأداء فريضة الحج هذا العام، فمكاتب تسجيل الحجاج سجلت 4900 حاج في الشمال السوري وجنوبي تركيا تم قبولهم هذا العام لأداء الفريضة، إضافة إلى أن قسما منهم كانوا قد تقدموا للتسجيل خلال عام 2020 لكن وباء كورونا قد منعهم من استكمال الإجراءات، وكانت لهم الأفضلية هذا العام بعد قرار لجنة الحج السورية. لما أعطتنا المملكة العربية السعودية الإعاذ أنه سيسمح بدخول حجاج من خارج المملكة من الدول الإسلامية، قامت لجنة الحج مشكورة وجزاهم الله خيرا بتوجيه هذا الإعاذ أيضا لجميع المواطنين السوريين المقيمين في الأراضي التركية وفي شتى أصقاع الأرض، من يريد الحج فليحج. المكاتب التابعة للجنة الحج العليا السورية في جنوبي تركيا عملت بالتنسيق مع البوابات الحدودية التركية لتسهيل دخول الحجاج من شمالي سوريا وتأمين وصولهم في الوقت المحدد إلى الأراضي التركية. نحن في لجنة الحج السورية وصلنا إلى المرحلة الأخيرة من الأمور الإدارية الخاصة بسفر الحجاج السوريين إلى المملكة العربية السعودية. رح يتم دخول الحجاج من الطرف التركي، رح يتم توزيع لهم كمامات ووجبات ناشفة، رح يتم نقلهم بباصات خاصة إلى الفنادق، رح يستقروا بالفنادق لفترة محدودة ومن ثم يتم نقلهم إلى المطارات للسفر حسب كل حاج وموعد السفر. يدخل الحجاج السوريين الأراضي التركية عبر معابر باب الهواء إلى هاتاي والسلامة إلى غازي عنتاب، ثم ينضمون إلى الحجاج الموجودين في تركيا ويستكمل ترتيبهم وانطلاقهم إلى الأراضي السعودية عبر المطارات المنتشرة في تلك الولايات، لتكون رحلة الحاج السوري هي الأكثر طولاً ومشقة مقارنة بباقي الحجاج من دول العالم. عبد منصور، تلفزيون سوريا، ولاية هاتاي، جنوبي تركيا. وللمزيد من التفاصيل أرحب بعبادة منصور مراسل تلفزيون سوريا من أنطاكيا جنوبي تركيا. أهلا بك معنا عبادة، حدثنا بداية عن دخول الحجاج السوريين إلى تركيا، هل ما زالت عملية الدخول جارية حتى الآن؟ نعم ديما، حقيقة يعني يوم الغد تدخل آخر دفعة للحجاج السوريين إلى الأراضي التركية. خلال الأسبوع الماضي منذ يوم الأحد الماضي بدأت يعني أفواج الحجاج الدخول إلى الأراضي التركية، كانت يعني هذه الأفواج تدخل عبر معبري باب الهوى إلى ولاية هاتاي وأيضا يعني معبر باب السلامة إلى مدينة غازي عنتاب. طبعا يعني لجنة الحج العليا السورية لها مكاتب موجودة في تركيا، مكتب في ولاية هاتاي وأيضا مكتب في مدينة غازي عنتاب. الحجاج السوريين يعني الموجودين في مناطق الشمال السوري يدخلون إلى هذه المكاتب عبر تنسيق لجنة الحج
السورية العليا مع البوابات الحدودية التركية، يدخلون إلى الأراضي التركية ومن ثم ينطلقون إلى الأراضي السعودية بعد ترتيبهم وتنسيق أوراقهم هنا في المناطق الجنوبية التركية. طبعا ديما يعني عدد الحجاج بحسب لجنة الحج السورية العليا العام هو حوالي 10,000 حاج، هم موزعين في دول اللجوء مثل تركيا والعراق ومصر والأردن ولبنان. طبعا حوالي 6,000 حاج موجودين في تركيا، حوالي 4,900 حاج موجودين في الجنوب التركي، وحوالي يعني 1,000 حاج موجودين في مدينة إسطنبول. الحجاج الموجودين في مناطق الجنوب التركي هم يعني عددهم مجموع مع الحجاج الموجودين في شمال سوريا. طبعا يعني الحجاج غدا ستكون آخر مجموعة تدخل الأراضي التركية وستنطلق بعدها إلى الأراضي السعودية لأداء المناسك. طبعا ديما يعني خلال هذا العام العدد الذي سمحت به يعني الحكومة السعودية هو حوالي 10,000 حاج، لكن خلال السنوات السابقة قبل وباء كورونا كان حوالي هناك يعني كان يوجد حوالي 25,000 حاج، يعني قسم منهم كبير يدخل من شمال سوريا والقسم الآخر ينطلق من تركيا أو العراق أو باقي دول اللجوء. هذا العام ديما يعني لجنة الحج قالت بأن الحجاج المسجلين كانوا أغلبهم كانوا قد سجلوا خلال عام 2020، لكن بسبب وباء كورونا توقف الحج ذاك العام وتم يعني إعادة تفعيل هذه الحجوزات خلال هذا العام ودخول الحجاج السوريين هذا العام أيضا. عبادة، هل من إجراءات خاصة يتم من خلال التعامل مع الحجاج بالنسبة مسألة شهادات اللقاح الخاصة بفيروس كورونا، هل يتم طلبها من قبل الحجاج؟ نعم ديما، دخول الحجاج السوريين إلى الأراضي التركية يعني لا يوجد حاجة إلا لفحص سريع قامت به لجنة الحج بالتعاون مع بعض المخابر الموجودة في الأراضي السورية. هذا الفحص يتم من خلاله على نتيجة التحليل، يدخل الحاج السوري إلى الأراضي التركية. أيضا هنا يعني في الأراضي التركية يعني كان هناك استثناءات لموضوع الحجاج، خاصة أن عدد كبير من هؤلاء الحجاج حقيقة لا يمكن يكون كرت لقاح، لكن يعني بحسب لجنة الحج قامت يعني لجنة الحج بالتعاون مع مجموعة من المنظمات الطبية في الداخل السوري بتجهيز يعني جرعات سريعة، عفوا بتجهيز تستات سريعة. هذه التستات على أساسها يدخل الحجاج الأراضي التركية ثم يغادرون الأراضي التركية أيضا يعني من خلال الطيران. ديما يعني أريد الحديث عن الموضوع، هذا العام قامت بعض المنظمات السورية بالتعاون مع لجنة الحج ب يعني تسجيل حوالي 250 مصاب حرب. هؤلاء المصابين يعني يعني يقومون هذا العام بأداء المناسك بطريقة استثنائية. تم تجهيز هؤلاء المصابين من الأراضي التركية وأيضا الداخل السوري، وصلوا إلى هنا إلى ولاية هاتاي، واليوم مساء ستكون الطائرة التي تقلهم ستغادر الأراضي التركية باتجاه السعودية. نعم، طيب مسألة عملية انطلاق الحجاج، كيف ستكون عملية الانطلاق؟ هل هنالك مطار معين أو محدد يتم من خلاله الانطلاق؟ طبعا ديما، الحجاج الذين يصلون إلى ولاية هاتاي ينطلقون من مطار هاتاي، أيضا الحجاج الذين يصلون من شمال سوريا وغازي عنتاب والشرق التركي يصلون إلى مطار غازي عنتاب ويغادرونهم، أيضا حجاج إسطنبول كذلك، وحجاج الموجودين يعني في دول كالعراق والأردن ولبنان جميعهم يغادرون من المطارات الأقرب الموجودة لديهم هنا. يعني الحجاج الذين دخلوا من داخل السوري غادروا خلال الأيام الماضية حوالي 8 طائرات حملت الحجاج من ولاية هاتاي، وأيضا حوالي 10 طائرات حملت الحجاج من ولاية غازي عنتاب باتجاه الأراضي يعني السعودية. الحجاج الذين دخلوا إلى الأراضي التركية انضموا إلى الحجاج الموجودين هنا اليوم، يعني لجنة الحج تقول بأن الحجاج عددهم حوالي 5,000 جميعهم يعني يعاملون بنفس الطريقة، الحجاج الذين يدخلون الأراضي السورية وأيضا الحجاج الموجودين في الجنوب التركي جميعهم تم تنظيمهم وتنسيق أوراقهم ومن ثم يعني غادروا الأراضي التركية باتجاه السعودية. ديما كما ذكرت قبل قليل يعني آخر طائرة ستغادر الأراضي التركية تحمل حجاج سوريين ستكون يوم الأحد عصر يوم الأحد، هذه الطائرة ستحمل آخر دفعة من الحجاج السوريين الموجودين في جنوب التركي باتجاه الأراضي السعودية. شكرا جزيلا عبادة منصور على كل هذه المعلومات والتفاصيل، مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من أنطاكيا جنوبي تركيا، شكرا لك.